ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير رخا أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سيادة السفير. مساء الخير لكم السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. يعني أبرز ما استوقفك اليوم عندما تابعت الكلمات المختلفة لكل المشاركين في هذه القمة؟ يعني في حتى يعني سواء المؤيدين بشدة الإسرائيليين أو المؤيدين للفلسطينيين أو المحايدين، الكل فيه يعني شبه إجماع على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وضرورة وقف القتال وإنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة، وإن ده يعني الترحيل القسري للشعب الفلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها أو إلى أي مكان آخر مرفوض. نعم. خاصة بالنسبة لمصر، يعني كان واضح رسالة الرئيس السيسي ان مرفوض حل القضية الفلسطينية على حساب شعب اخر او دولة اخرى او على حساب الاخرين. نعم. ايضا كلمة الرئيس محمود عباس، لان في فكرة قديمة هي فكرة ما يسموه الاسرائيليين الترانسفير. صحيح. الترانسفير كان ان هو نقل الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية في الاردن. فمن هنا كان الموقف الحاسم سواء للملك الأردن أو للرئيس محمود عباس أو القيادات الفلسطينية إن لا ترحيل للفلسطينيين وهم باقون في أرضهم. أيضا بالنسبة لعملية التصعيد المستمر من جانب إسرائيل وضرب المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس، مدارس 7 للأمم المتحدة، فده فعلا يعني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولابد أن المجتمع الدولي يتدخل لوقف هذه الجرائم وتقديم حراسة للشعب الفلسطيني. يعني من المفروض، ودي كان طالب بها الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. طيب سيد سفير، يعني أيضا كان هناك إجماع من الموجودين، حتى جاءت على لسان يعني ألمانيا، فرنسا، كندا، حل الدولتين. في رأيك هذه القمة ممكن أن تخرج بخارطة عمل ما لتطبيق حل الدولتين؟ قراراتها موجودة بالطبع والكل يعلم، ولكن بالنظر إلى الأوضاع على الأرض، يعني في رأيك ممكن يكون هناك أفق نشتغل عليه للوصول إلى هذه الأرضية التي بدت أيضا أنها مشتركة إلى جانب المساعدات، كلام عن المساعدات وحماية المدنيين؟ يعني الظروف الوقتية لا يجب التعويل عليها، وإنما المهم هو إقرار حقيقة، وهو إن إسرائيل لن تعيش في أمان ولن يتحقق لها الأمان، وده كان واضح في عملية يوم 7 أكتوبر. نعم. إن تم كسر أمن إسرائيل بالرغم ما لديها من ترسانة أسلحة، وإن دي رسالة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية. مسألة القضاء على فصيل مقاومة من المقاومة الفلسطينية حتى لو اختلفنا معه، هذا شيء غير يعني ممكن وغير لائق. الأفق اللي يجب فتحه والكل زي ما أشرت يتكلم عليه هو حل الدولتين. يعني المهم أن يبدأ المسار جديا، وليس كما ذكر وزير خارجية النرويج أن بدأ من اتفاق أوسلو من ديسمبر 94 حتى الآن ولم يصل إلى نتيجة. نعم. عملية يعني. فهنا المهم أن يبدأ، يعني طالما بدأ المسار بصورة جدية سواء في ظل مؤتمر دولي كما يشير الرئيس. نعم. محمود عباس، أو في ظل العودة إلى المفاوضات المباشرة تحت إشراف الأمم المتحدة أو تحت إشراف الدولة الراعية لإسرائيل وهي الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. هذا هو الحل. نعم. يعني لا حل غيره، وسبق قبل كده، ودي مسألة يعني مش محتاجة لاجتهاد. يعني كون ان اسرائيل الان وهي في حالة ارتباك، يعني اسرائيل لا يخفى على احد انها في حالة ارتباك، وده بيعكسه الاعلام الاسرائيلي. يعني ليس نحن الذين نقول هذا، وانما الاعلام الاسرائيلي بيبين ان فعلا هناك تضارب. ده حقيقي، وقد تكون مخرجات هذه القمة هي نوع من يعني بوابة او يعني طريق ربما يمكن يعني الخروج
فيه من هذه الأزمة أو من خلال من هذه الأزمة للأطراف كلها. بشكر حضرتك جزيلا ست سفير رقة أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق.